دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا لمياء حمدين عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليك يا باسنت، وصباح الخير على كل مشاهدي. صباح الخير يا مصطفى، كل مكان عليك يا رمي. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه في مصر. هنبدأ جولتنا المرورية من القاهرة، بالتحديد من كوبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية. أما الكورنيش في بعض الكثافات البسيطة المرورية بتزيد بعد شوية للمتجه لميدان التحرير، كمان في بعض الكثافات للمكمل لحد المعادي وكمان حلوان. أما طريق الأوتوستراد الاتجاه اللي قادم من مناطق التبين اتجاه مناطق المعادي مغلق، وفي تحويلات للحركة المرورية لهناك وبتتجه للاتجاه الثاني أو الاتجاه العكسي. لو رحنا اتجاه كوبري أكتوبر واللي رايح لمنطقة الإسعاف ومنطقة رمسيس واللي بيشهد كثافة مرورية على طول كوبري أكتوبر لحد نزلة غمرة والعباسية، أما المتجه في شارع بورسعيد للشرابية والزاوية الحمراء وحدائق القبة وحتى كوبري السواح والأميرية والعكس، في هناك كثافات مرورية بالتحديد عند كوبري الزاوية الحمراء ومنطقة الويلي. نكمل جولتنا في شوارع الجيزة، هنلاقي في كثافات مرورية على طريق المحور للي جاية من ميدان لبنان طبعا بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق. الكثافات دي بتستمر معانا لغاية ميدان لبنان، أما المتجه الاتجاه الثاني العكسي اللي جاي أكتوبر في سيولة مرورية كبيرة هناك. لو رحنا لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة طبعا جامعة القاهرة علشان الطلاب وكمان الموظفين اللي داخلين الجامعة، الطريق بيبقى صعب شوية دلوقتي. لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم بدأت تظهر فيه دلوقتي بعض الكثافات المرورية، ده نتيجة تحويلات لغلق الشارع كليا لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو. كمان بتظهر كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وكمان شارع جامعة الدول العربية. نروح على محافظة الإسماعيلية، اللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي في هناك سيولة مرورية كبيرة جدا وبتستمر من أول القاهرة لحد مدخل المدينة، واللي متجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية الطريق كويس، لكن بتكون في بعض الكثافات عند مداخل بعض المدن على طول الطريق. أما شوارع مدينة إسماعيلية نفسها هنلاقي فيها سيولة مرورية كبيرة قوي، وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم، فيه هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبدا على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من مناطق القناة لجنوب الصعيد هنكمل ونروح محافظة سوهاج، وهنبدأ من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، وبنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية هناك في سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة عفوا، كمان في كثافة نسبية يعني على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في برضو كثافات مرورية لكن بسيطة شوية وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. أخيرا طريق أسوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مرورية، لكن خلوني أقول لكم قبل ما نروح لباسنت ومصطفى نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، نأكد بس على الناس أنه بيبقى فيه النهاردة بعض الأمطار الخفيفة والمتوسطة وممكن توصل للرعدية، نخلي بالنا وإحنا راكبين عربيتنا نطمن من مساحات العربية أنها شغالة كويس، إشارات العربية شغالة كويس علشان بيبقى فيه بالليل لحد الصبح بدري فيه شبورة ممكن تعيق يعني حركة السير بتاعتك، فلازم الناس كلها تلتزم بالتعليمات المرورية اللي موجودة علشان تحافظ على سلامتك وسلامة كمان اللي معاك وتوصل إن شاء الله بألف سلامة. ونرجع مرة تانية لباسنت ومصطفى، شكرا لك، نكمل معاهم باقي الفقرات. ربنا يستر على الجميع، شكرا لك يا لمي.